طبعا اليوم الحركه يعني اقل من امس نتيجه ل يعني تقبل الاهالي هذا الوضع وايضا التعايش معه. طبعا احنا كنا قبل قليل داخل مدينه القطيف ومحافظه القطيف، يعني الامور طبيعيه جدا، الناس يزاولون يعني تنقلاتهم يروحون ما بين يعني البيوت، ما بين ايضا الذهاب الى مناطق الخدمات مثل محلات المواد التموينيه، الصيدليات بشكل طبيعي جدا ولا في اي تغيير. الناس يعني قبل شوي كنا وقت صلاه الظهر داخل مدينه القطيف، صلينا الظهر، الامر الطبيعي الاخوان يعني يروحون المساجد يصلون، ما في اي تغيير ولله الحمد، الامور طبيعيه جدا، الناس متفهمين الوضع يعني بشكل جيد. طبعا الان احنا عند احد نقاط يعني او مخارج مدينه القطيف، مثل ما ترون خلفي يعني طبعا يمنع خروج اي مركبه خارج مدينه القطيف الا الشاحنات الكبيره التي هي متخصصه في نقل المواد الغذائيه وايضا المواد الطبيه، ولكن الامور ولله الحمد مستقره وبشكل جيد تسير يعني بشكل ممتاز، ولا في اي يعني ملاحظات او شيء قد يذكر او يمكن شاهدناه هنا. نعم طارق، كيف هو وضع يعني التموين بشكل عام، المواد الغذائية وأيضا محطات الوقود؟ نعم احنا في اثناء زيارتنا مرينا على احدى مواد التموين ودخلنا بشكل يعني عفوي، وجدنا كل شيء الحمد لله متوفر، يعني كأن لم يكن هناك اغلاق لهذه المدينه، بالعكس الامور متوفره وبشكل جيد بشكل جميل. محطات البنزين يعني عملنا تجربه ايضا، قمنا ب يعني تعبئه المركبه التي لدينا يعني قليل من البنزين لنتاكد هل هو موجود بنزين ولا لا، وفعلا ولله الحمد البنزين موجود متوفر، لا يوجد اي اختلاف، بالعكس كان لم يكن هناك اغلاق بتاتا، يعني الامور تمشي بشكل طبيعي جدا. ماذا عن المستشفيات طارق؟ المستشفيات في مدينة القطيف أو محافظة القطيف هي تقريبا ثلاث مستشفيات، مستشفى القطيف المركزي وهو المستشفى المرجعي لمدينة القطيف، مستشفى عينك، ومستشفى الأمير محمد بن فهد للأمراض المزمنة أو أمراض الدم الوراثية عفوا، أيضا يعني بالقرب منها مستشفى أيضا صفوة. هذه كلها المستشفيات هي في محافظة القطيف، ويعني يعتبر المرجع الرئيسي هو مستشفى القطيف الذي يستقبل الحالات سواء الاشتباه أو الحالات أيضا التي يكون فيها مرض كورونا، ويتم عزلها في أماكن وفي غرف يعني وفق المعايير الطبية المعمول فيها دوليا.